ولنقاش آخر تطورات على التظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات زيد السعدي. أهلا بك زيد. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم، وتحيتنا للقناة وللمستمعين أجمعين. أهلا بك. كيف يبدو موقف الثوار واستعداداتهم بعد انتهاء المهلة وبداية مرحلة جديدة من عمر ثورة تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا التظاهرات طبعا الاحتجاج له خطوات. الخطوة الأولى كان تظاهرات، نعم. ثم تحول إلى اعتصام، ثم انتقلنا من مرحلة الاعتصام إلى العصيان. نتيجة للتسويف الحكومي لتحقيق مطالب المتظاهرين، طبعا انتقلوا من مرحلة الاعتصام إلى العصيان. نعم. كلها وسائل ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب العراقي. مثل ما تعرفون أنه كل المتظاهرين سنيين، لا يحملوا أي سلاح، سلاحهم هو العلم العراقي والهتاف والمطالبة بالحقوق المسلوقة. في هذا السياق الحكومة سيد زايد، الحكومة يعني الحكومة أو السلطة السياسية، ما نقول الدولة، السلطة أكو فرق بين الدولة والسلطة. السلطة تمارس التعسف والاستبداد والرد القاسي باستخدام القوة ومسيل الدموع والطاقات الحية ضد المتظاهرين العزل. نعم. وهذا أعتقد هو خرق للقوانين الإنسانية الدولية. نعم. وحتى القوانين الاجتماعية. نعم سيد زايد، في هذه النقطة وبالحديث فقط، لو تسمعني فقط في هذه النقطة، باعتبار أن أشرت إلى أن القوات الحكومية استخدمت العنف والقمع ضد الثوار السلميين، كيف تعاملتم مع هذا القمع؟ والله احنا لازلنا يعني نتعامل معهم، لا ليس بالضد وانما بالطرق السلميه. مجرد ما الهتاف، وطبعا نستثير بهم يعني روح الانسانيه، يا اخوان ترى احنا اخوانكم، انتم عراقيين واحنا عراقيين، لا تنصاعوا لاوامر الظالمين والمستبدين والناس المجرمين. البلد سار الى للهاويه يعني بوجود شيء عناصر اصلا حتى ما يسمون سياسيين، لانه الانسان السياسي عليه ان يبني بلد لا يهدم بلد. نعم. لازلنا نعطي الدماء والشباب، يعني شوف الاتهامات اللي نتعرض لها، انه هذول بعثيه، هذول ارهابيين، هذول مدعومين من الخارج. صدقيني كل دعم خارجي ما عندنا. احنا ناس مسالمين نطالب بالحقوق والغبن اللي نتعرض له، فرص العمل اللي يعني افواج من الطلبه والخريجين يقفون يدفعون عرباين ويشتغلون حماميل، وهذا اللي يبيع كلينس وهذا اللي يبيع شاي بتقاطعات الطرق بالوقت اللي هو اضاع من عمره 15 16 سنه دراسه في سبيل ان يحصل على شهاده حتى يمارس يعني هذا العلم اللي تعلمه بالكليات وبالمدارس، لكنه للاسف ما يلقى فرصه عمل، فيضطر انه يطالب بحقوقه بطريقه سلميه. وهذه ثقافه، ما احنا نطالب بالحقوق بطريقه سلميه، لكن أكيد. للاسف اقولها انه الجبناء يستخدمون السلاح ضد هذا المطالب بالحقوق الاعزل الذي لا يحمل سلاح الا العلم العراقي والهتاف بالعراق. سيد زايد، بتزامن مع انتهاء مهلة وطن التي حددها الثوار وتصعيد العصيان المدني، إلى أين تتجه الأمور في الساعات المقبلة؟ والله احنا نأمل انه اصحاب العقول او الناس الاشراف، يعني لا يعني لابد ان هناك يعني اكو ناس عندهم عقول يشوفون هذا الوضع المأساوي، بس تتحرك يعني ضمائرهم عقولهم ويقولون هذا الشعب لابد ان يعطى شيء من حقوقه، ولكنه للاسف الردود سلبيه لدى السياسيين.
والتسويف مستمر، وطبعا اكو حتى تدخلات خارجيه تعمرهم او يستخدمون هاي الاوامر بتنفيذ الضغط على المتظاهرين وعلى الناس المطالبين بالحقوق بالتصفيه وبالخطف وباستخدام الاسلحه الحيه، يعني الاطلاق الحي ومسيلات الدموع حتى خارج عن مسيل الدموع المجاز دوليا. يعني قاعد يخلون باشكال المواد اللي يعني تسبب حالات حتى وفاه للوفيات. هل تتوقع استجابه الحكومه لمطالب الثوار خاصه بعد قطع الطرق الرئيسه في مختلف المحافظات اليوم؟ والله هو خل احكي لك، احنا قطع الطرق يعني من لا شارع، يعني هم جبرونا على قطع الطرق، احنا هذه الطريقه لقطع الطرق هي وسيله ضغط على الحكومه للاستجابه للمطالب. نعم. يعني احنا ما قصدنا نريد نسير للبلد كحركه وعمل ولكنه السكوت والصمت والمراهنات على انه راح يمل الشعب العراقي وبدت يعني تضعف التظاهرات ونتركهم هالشكل الى ان يتعبون وكل من يروح له، هذا طبعا هذه النظره القصيره اللي ما يفهمها غير بس من هم اغبياء العقول. المفروض يعني تتحرك ضمائرهم وتصير عندهم جديه على الاقل لو يصير مباشره، لكنه انقطع يعني ثقه ماكو. هذه 17 سنه ما خلت ثقه في المواطن العراقي ان يثق بالحكومه انه تعالج اموره وتعالج معاناته وتنطي شيء من حقوقه. اليوم احنا وصلنا لهذا، يعني اجبرنا منهم مو من عندنا، اجبرنا منهم، يعني هم سوفوا وما يعني ماكو استجابه لتنفيذ الحقوق، اجبروا الناس انه تستخدم وسائل ضغط اكثر وهو قطع الطرق، بلكت يعني مثل ما يقول تصير عندهم غيره وينتبهون لهي الحاله. نسأل لكم السلامة. ناشط في التظاهرات زيد سعدي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.